في نادي الطيران التقيتي بشخصية نجمة كانت بتبدأ حياتها الفنية اسمها زهرة نجلاء فتحي. تحكي لنا الحكاية بقى. احنا كنا من مصر الجديدة احنا الاثنين، وكنا بنروح نادي واحد طبعا لو نادي الطيران زي ما بقولك. فابتدينا في نفس السنة، فكان في بينا نوع من الصداقة، لان مجتمع مصر الجديدة كان مجتمع صغير وقتها، فبتربطنا ببعض صداقة من زمان قوي قوي قوي. كانت نجلة ابتدت تمثل او كانت بتعشق التمثيل؟ هي كانت بتقول بتمثل في البيت يعني قدام المراية وحاجات. كانتش لسه بقى؟ لا لا. انما وانت كنتيش بتمثلي في البيت؟ لا، في المدرسة. في الكلية مثلت. في المدرسة لا، في المدرسة كنت مهتمية اكتر بالفريق الهاندبول والنتبول بالرياضة. بس ميرفت انت خجوله جدا، وهي قبل ما تيجي البرنامج ده قالت لي انا مش عايزه اطلع في التلفزيون، انا مش بحب اتكلم، يعني الخجل، وهي في طبيعتها كده فعلا، يعني ميرفت خجوله جدا وهاديه جدا. ازاي الشخصيه دي بتقف قدام الكاميرا؟ كانت بتعمل الادوار الشقيه والحاجات الجميله. مش عارفه، ما انت عارفه هي الوقفه قدام الكاميرا بتبقي واقفة حواليكي ناس كلهم عارفاهم، انما لما بتدخلي انت عارفاهم، ده جمهورك مش كده ولا ايه؟ هي مش عارفاهم، ده جمهوري، هم بيبقوا شايفيني انا ما ببقاش شايفاهم. انا من النوع اللي لازم اخد وقت عشان اخد على الناس. مش خدنا عليها شوية؟ طب مش خلاص خدنا عليها. وبعدين بقى فنجلة كانت بتمثل في قدام المرايه انما انا ما كنت واخده اتجاهات تانية، الرياضه وجت حكايه التمثيل دي بالصدفه خالص. ازاي يعني؟ كانت بعيد عن تفكيري نهائي. طبعا انا كنت حكيتها في كذا حاجه قبل كده. لا، انا كنت هاتيها في المجلات، عايزينها في التلفزيون بقى. كنت لو حكيتيهاش انا هحكي. حاضر. كنت رايحه اتفرج، وكنت في المدرسه، كنت رايحه اتفرج على فيلم بيتصور في استوديو جلال مع واحد قريبي، كان وقتها هو مدير استوديو جلال اللي هو صلاح. لا، اسمه جلال فهمي. جلال فهمي. ورحنا الاستوديو دوت، وانا فاكره يوميها كان فيه احمد رمزي، وكان فيه رشدي اباظه، وكان فيه شريفه ماهر ومحمود المليجي. دول يعني دول الناس اللي انا فاكراهم كانوا موجودين وقتها. فقعدت في ركن كده واتفرجت وانا ساكته خالص، وخلاص وروحت بيتنا والحكايه عدت. وبعدين جه الاستاذ احمد مظهر، كان بيبتدي ينتج فيلمه الثاني اللي هو نفوس حائره، وبيدور على وجه جديد يشتغل في الفيلم. فجي وقتها استاذ احمد رمزي قال له في بنت شكلها مش بطال، وكانت جت من فتره الاستوديو مع قريبها، بس انا مش فاكر اسمها ايه. لكن فاكرين طبعا اسم قريب. فراحوا اتصلوا بيه، فقال انا هسال مامتها وباباها الاول قبل ما نقول لها هي اي حاجه. المهم راحوا سالوهم، فقعدوا اتكلموا مع بعض، قال لك احنا لو قلنا لها لا هتفتكر ان هي كان ممكن تبقى يعني مثلا سارة برنار، واحنا وقفنا في طريق حياتها، انما هي ملهاش لا في التمثيل ولا ليها في الحكايه دي خالص، فهي خليها تبقى تجربه ومش هتفلح وخلاص. كانوا شايفين انك مش هتفلح؟ لا، لانه ما فيش اي مؤشرات بتقول ان انا اي في تمثيل يعني. المهم فجم قالوا لي، وعملنا اول فيلم، وديني مثبته اهو لغايه دلوقتي. مثبته.